السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في فيديو جديد. في الأول لازم نصلي على حبيبنا ورسولنا محمد، فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في البث المباشر قلت هعمل مجموعة من الفيديوهات توفر لحضراتكم جميع المعلومات المتعلقة بشبكات الدش الهوائية، زي تعديل العدسة وتردد الشبكات في جميع المحافظات وتشغيل بعض الشبكات المشفرة وطريقة عمل شبكة دش هوائية بجميع التفاصيل. والنهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض أول خطوة لاستقبال إشارة شبكات الدش الهوائية. طبعا أنا قلت قبل كده إن في شبكات بتشتغل بعدسة عادية وشبكات بتحتاج عدسة معدلة، فالنهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض طريقة تعديل العدسة وأنواع العدسات اللي ممكن تتعدل، وهيكون الفيديو ده إن شاء الله أول فيديو في سلسلة شبكات الدش الهوائية. دلوقتي نروح نشوف طريقة تعديل العدسة مع بعض، لكن في الأول ياريت تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتخليك معانا. طبعا علشان تعدل اي عدسة لازم تختار النوع اللي ينفع يتعدل عليه، واول حاجة هتعملها هتدور على عدسة زي ديت كده يكون الدي بي بتاعها 3/10 زي ما حضراتكم شايفين كده، دي بي 3/10. طيب الدي بي 3/10 ده قليل في السوق شوية اليومين دول. طيب افرض انا ملقتش الدي بي 3/10 هعمل ايه؟ هجيب اي نوع عدسة وليكن مثلا الدي بي بتاعها 1/10. عندنا العدستين دول اهمت، عندي ديت دي بي 1/10 ودي نفس الحكاية برضو الدي بي 1/10 زي ما حضراتكم شايفين اهو. طيب انهي واحدة في دول هتنفع؟ علشان اعرف انهي واحدة في دول هينفع لازم افتح اي واحدة فيهم. وليكن مثلا اول حاجة هنعملها هنفتح ديت كده بالشكل ده كده، عندنا بالمنظر ده كده هي. طيب ونفتح التانية بالشكل ده كده. بأي مفك رفيع بتفك العدسة بالطريقة دي كده. وادي العدسة التانية، نركب بس دي الاول كده. اصبح عندنا عدسة بالشكل ده من جوه وعدسة بالشكل ده من جوه. طيب انهي عدسة في دول هتنفع؟ لما تلاقي عدسة بالشكل ده كده، ادي شايف منظر الكريستالة، يعني معناها ان فيها كريستالة 25000 من الكبيرة. طيب ديت هتنفع ولا لا؟ هنفتح ديت واوريكم دي ما تنفعش ليه. هنجيب بس كده مفتاح المفك النجمة، نفك دي كده. بالشكل ده كده. نشيل الغطا. لما شلنا الغطا من جوه اصبح العدسة من جوه فيها ايه؟ عايزين نشوف منظر الكريستالة من جوه. ادي الكريستالة هي زي ما حضراتكم شايفين 4 طرف. طيب الكريستالة 4 طرف ديت تنفع تتعدل ولا ما تنفعش؟ تنفع تتعدل. هندور على الخطين اللي داخلين الاي سي المربع ده كده، يا رب بس يكون ظاهر في التصوير. هندور على الخطين الرفيعين دول اللي داخلين الاي سي المربع ده كده وهنعدل عليها. لكن لو لقيت العدسة ديت ما تعدلهاش، علشان هي تتعدل اي نعم، بس الكريستالة ما فيش مكان يثبتها، ما فيش مكان يثبت بالكريستالة. يبقى انت لو لقيت عدسة من النوع ده كده ما تشتريهاش. انت هتشتري هين؟ هتشتري العدسة اللي من النوع ده، معناها ان فيها كريستالة من الكبيرة هنفكها ونركب مكانها. يعني مثلا لو فكينا العدسة من جوه كده، ادي المسمار والمفك ده نجمة، موجود في اي محل بتاع حلاد وبويات او اي واحد بتاع عدة يعني. وهنيجي من جنب بتاع الاف كونكتور ونرفع علشان المكان ده فاضي. بالشكل ده كده، شوف انا رفعت منين؟ المكان ده فاضي فرفعت منه، عشان لو جيت رفعت من هنا او من هنا او من هنا ممكن اشيل اي مقاومات من اللي موجوده الطابع دي. اصبح عندي الكريستاله موجوده اهيت، مكتوب عليها 25000 زي ما حضراتكم شايفين، يا رب بس تكون واضحه في التصوير.
25,000 هي، هنشيلها ونركب مكانها. يعني العدسة ديت الدي بي بتاعها 1/10 زي ما وريتكم هنا اهي، الدي بي بتاعها 1/10، لكن موجود فيها كريستالة 25,000، يبقى تنفع. يبقى اي عدسة لو فتحتها لقيت المنظر بتاعها بالشكل ده كده يبقى تنفع تتعدل، واي عدسة لو فتحتها لقيتها صغيرة بالشكل ده كده ما تجيبهاش، هتتعبك في التعديل. طيب التعديل بقى، نيجي للتعديل. التعديل هنعدل العدسة دي ازاي، او هنعدل الكريستالة ازاي، او هنغير الكريستالة ازاي؟ علشان نغير الكريستالة في طريقتين نغير بيهم، اول طريقة بالكاوية، وتاني طريقة هقول لكم عليها بعد ما نخلص الطريقة دي. اول حاجة هنجيب الأزير، وهنجيب الكاوية، وهنزود الزير على رجول الكريستالة بالشكل ده كده، غير زودنا اهو لحام الناحية دي، ونزود معلش بس انا مش متحكم في التصوير، الفها كده ونزود الزير الناحية دي، وهنجيب الجفت وهنرفع الكريستالة. طبعا طريقة انا ما بحبهاش وهقول لكم ليه دلوقتي، لان المكان بتاعها ضيق طبعا وممكن تشيل اي مقاومة من الطبع بالشكل ده كده. ادي شيلنا الكريستالة اهيت، ادي شيلنا الكريستالة اهيت، والكريستالة موجودة 25,000. نوضح بس الصورة كده، ادي الكريستالة 25,000. طيب الطريقة دي وحشة ليه؟ ادي شلناها اهوت. الطريقة دي وحشة علشان خاطر في مقاومات صغيرة جنبك ممكن وانت بتشيل بالكاوية غصب عنك، يعني اي فن ممكن تحصل معاه ان هو وهو بيشيل الكريستالة 25,000 ممكن يشيل مقاومة او مقاومتين من اللي جنب الكريستالة. طيب ممكن نشيلها بالهوت اير، الهوت اير طبعا هيسخن حوالين الكريستالة، وبالتالي برضو ممكن يشيل اي مقاومات من الصغيرة اللي انتوا شايفينها ديت، بس يا رب تكونوا شايفينها في التصوير. المقاومات من الصغيرة اللي انتوا شايفينها ديت ممكن تتشال مع الهوت اير. طيب ايه الحل؟ طيب نركن دي كده واجيب واحدة انا فككها، دي واحدة مفكوكة هيت ولسه ما اتخلعتش بالشكل ده كده، الكريستال اللي فيها 25,000 اهو. طيب انا هشيلها ازاي؟ هجيب نبين بس الصورة كده، ايوه هجيب اي بنسة من عندي، وبالبوز الصغير اللي من هنا كده هخبط خبطتين خفاف كده على الكريستالة، يعني هخبط من الناحية دي، معرفش بس التصوير ظهر ولا لا، هخبط على الكريستالة من فوق وخبطتين، وبعد كده الفها واخبط على الكريستالة خبطتين من الناحية دي، هل هتفكت معايا؟ بمعنى ايه كده؟ ممكن يكون الصوت الخبط عالي في التصوير لكن هو خبط خفيف جدا بالبوز الصغير ده كده، وهخبط كده وهخبط الناحية دي كده، ادي الكريستالة اتشالت معانا اهيت بكل بساطة وبكل سهولة، ادي 25,000 اهي، يا رب بس تكون ظهر 25,000. طيب دلوقتي انا بقى عاوز اغير الكريستالة ديت من 25,000 ل 30,000، هعمل ايه؟ اول حاجة هزود بس كده لحام خفيف على العدسة مكان الكريستالة كده، بس هزود شوية الزير بالشكل ده كده، وبعد كده هعمل ايه؟ هجيب كريستالة 30,000. طبعا في انواع كتيرة من الكريستالة 30,000، يعني في واحدة زي دي كده نوضحها برضو بس في التصوير، ادي مكتوب 30,000 بس، وفي نوع تاني هتلاقي مكتوب في حروف زي ده كده، يا رب بس يكون واضح زي ده كده، في حروف كده بس هما الاتنين زي بعض في الاستعمال، يعني ما تشغلش بالك انت اول ما بتجيب الكريستالة 30,000 سواء حروف او مش حروف ما بتفرقش، اهم حاجة تكون 30,000. اول حاجة هنعملها هنجيب الجفت كده او اي حاجة نتني بيها الرجول، بالشكل ده كده، يا رب بس يكون واضح في التصوير، نشيل ديك عشان يظهر بس في التصوير، ايوه كده هنتني الرجول، هنتنيها كده، ادي تنينة واحدة اهيت، وهنتني التانية برضو بالشكل ده كده، ادي بقت بالشكل ده كده. هنعمل دلوقتي
هنجيب الصافه، الصافه الضوافر او صافه كهرباء مش هتفرق، وهنقص بمحاذاه الكريستال، يعني نهايه الكريستال هتقص اهي بالطريقه دي كده، وهنلف الناحيه التانية برضو ونفس الحكايه بمحاذاه الكريستاله هنقص، يبقى اصبح عندي طرفين صغيرين اهم. دلوقتي هعمل ايه؟ هحط عليهم الزير، هزود على كل رجل الزير بالشكل ده كده، ادي رجل وادي الرجل التاني، طيب دلوقتي بقى هنركبها ازاي؟ هنجيب الكريستال العلسة بالشكل ده كده، اتمنى من ربنا بس يكون التصوير واضح لاني بصور وانا واقف. هنمسك الكريستالة اي اتجاه، ملهاش يعني مثلا لو 30,000 التلاتة الناحية دي مش هتفرق، التلاتة الناحية دي مش هتفرق، اي اتجاه ملهاش اتجاه معين، وهنحطها مكان القديمة، وهنضغط على الرجل الاولى بالشكل ده كده هي، وهنلحم الرجل التانية برضو بالشكل ده كده، اصبح عندي الكريستالة شغالة اهي تمام وملحومة ومفيش اي مشكلة. اوريها لكم الناحية دي برضو، ادي الكريستالة تمام اهي، ادي الكريستالة ما فيهاش اي مشكلة ولا في اي حاجة. الطريقة دي انا بفضلها عن الطريقة الاولى اللي انا بشيلها بالايه؟ بالكاوية، تشيلها بالخبطتين بصوت كده احسن بكتير لما تشيلها بالكاوية. دلوقتي فاضل حاجة واحدة بس، هنعمل ايه؟ هنركب الغطا، وهتركب مسمار واحد بس بالشكل ده كده، وهنجيب الكفر البلاستيك اول حاجة، بنركب اول جزء كده بالشكل ده كده، وبعد كده هنجيب الجزء ده، هتلاقي فيه حتة من جوه بلاستيكية كده هتشيلها بالشكل ده كده، علشان ديت بتضغط هنا فبالتالي بتخلي الكريستالة تلمس في الارض، وبعد كده هنركبها عادي اهو خالص وادي اصبحت العدسة تمام هي ما فيهاش اي مشكلة. طيب لو انا خايف العدسة تفك مني، اجيب شريط لحام والف عليها من هنا كده، بحس ان انا حزمها عشان ما يدخلش فيها مية او يدخل فيها اي حاجة بالشكل ده كده، وبكده تكون خلصنا تعديل الكريستالة، تعديل العدسة بعدسة الدي بي بتاعها 1/10 زي ما حضراتكم شايفين، الدي بي 1/10 اهوت، وبطريقة سهلة وبسيطة. وبالنسبة للكريستالات، لو الناس محتاجة كريستالات انا موجود عندي كريستالات، هي موجودة في جميع المحلات دلوقتي وبقت متوفرة، ولكن لو محدش لقاها انا موجود عندي كريستالات، ممكن تكلموني على الفيسبوك وان شاء الله اتواصل معاكم وابعت لكم الكمية اللي انتم محتاجينها. اتمنى ان الكل يكون استفاد من الفيديو، واتمنى الكل يشترك في القناة ويفعل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.